مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم مثل شي شكل. المثل اللي جبت لكم في هذه الحلقة كيقول لو كان الخو خداوي لدى وراثو بغيتو تعرفوا شنو اللغات أو اللهجات أو اللكنات اللي يمكن المواطنين يترجمونا بها هذا المثل، أجيو معايا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اش اخبارك؟ الله يحفظك. امورك هانيه؟ بخير الحمد لله. غادي مبحر؟ مبحرين شويه شويه وصافي. وباقي الجو شويه سخون، واحد يبروفيت. اه. مثلا هذه الحلقه كيقول كون كان الخو خداوي. ما كنعرفش هادشي تاع الامثله. زعما كون كان الخو خداوي كون هذا هو راسو النيت هو. من الخو مريض؟ ما نعرف. مريض ما مشيتيش تشوفه. نقولوا هذوك النيت اللي قالوا لنا المثل هذا. هي احنا ملي كنلجؤوا لشي حاجه هي نورمالمون فاقد الشيء الله يعطيه وتنعولوا عليه. يعني شي حاجه اللي ممكن تكون واحد كتعرفو هو ما عندوش وكل شيء عنده. يقدر عليك ما فهمتي والو. حاول زعما شنو بغاو يقصدوا به الناس الواله اللي قالوا. مثلا انت قصدتي شي واحد وهذاك الواحد اللي قصدتيه هو اصلا ما قادش يقد حتى براسو، فهمتيني؟ يعني فاقد الشيء لا يعطيه. لا يعطيه. إذا قلت لك هذا المثال ترجمه لي بشي لغه او لهجه ثانيه باش يمكن لك ترجمه لي. اللغه العربيه. الفصحى. الفصحى. تبارك الله عليك، يلا تفضل. لو كان الخو يشافي لا شاف نفسه. اش غيشوف؟ يشافي. يداوي. يداوي ولا يشافي. تنجوك بالفرنسيه مع شنو الخو بالفرنسيه. مزيان. نشوف لك شي زونز تخي كول سامبل. هذا المثال هذا قلت لك ترجمه لي بشي لغه ولا لهجه ثانيه باش تقدر ترجمه لي. لا بلهجه ثانيه. لغه مثلا فرنسيه انجليزيه. وكان الخو خداوي كدا راسو. شنو الخو بالفرنسي؟ انا ما عرفتش الخو. لا فريز لا خو. شنو الخو؟ الى تا لو بيش ما عرفتش صراحه. بلونغلي والله الا تنسى لي الخو بلونغلي وحق الرب. خوك راه شديد في لونغلي الصراحه. يور لايز ذات فهمتي؟ ما جيتيش معاك اليوم؟ نو نو واي اي كان توك تو ذات. باللغه العربيه تفضل. إذا كان الخوخ يداوي، إذا كان الخوخ عفوا، إذا كان الخوخ يعالج فليعالج نفسه. تسات لي بلونغلي، أنا فرونسي الصراحة ضعيف ولكن لونغلي شوية. شي لغة لهجة. ما عنديش مع داكشي. إذا المشاهدين الكرام كيف تابعنا في اللي فهمنا من مثل هذه الحلقة، لو كان الخوخ يداوي داوي راسو كيعنوا بأن الإنسان لو قادر ينفع الناس اللي ينفع راسو هو الأول. حتى ما بقى لي غنقول لكم حقنا وصلتنا، نتلاقاو إن شاء الله في حلقة جديدة مع مثل جديد. تبقاو على خير.